صباح الخير للجميع، كل سنة مسلمين. البارح مظبوط كانت الشاملة في البيوت، بس كان شيء جدا حلو، استمتعنا من ملتقينا معكم خلال الفيسبوك وخلال النت. وبالفعل بيوتنا صارت بيت فاجي، وقلوبنا صارت شوارع القدس. البارح كنا مبسوطين كثير بالجيران اللي طلعوا معنا ورتبنا، وناس شفناهم خلال الأسبوع الماضي كلهم. نعتذر للناس اللي ما قدرناش نوصل لهم. اليوم راح نبدا نحلق مع اسبوع الالام، نحلق هيك بالسماء. فخليكم يعني مركزين، حاولوا تاخذوا نوتس على اساس خلال النهار تقدروا تربطوا اشياء مع بعض. لانه كل الدسم وكل الغنى راح يكون ان شاء الله بهالاسبوع. ان شاء الله الروح القدس ما بخليش علينا بترابط الاحداث والاشياء والصور اللي احنا بمخيلتنا نغير الذاكره والصور الموجوده فيها، ونشوف ربنا شو راح يعطينا. خلينا نبدا اول شيء بالصلاه. لا مش راح اضرب حدا عشان ارفع لانه طويل، الطول شوي طويل. بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. ايها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمال للكل، كنز الصالحات وواهب الحياة، هلنا وطهرنا من كل دنس، وخلص أيها الصالح نفوسنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، ارحمنا وارحم العالم أجمع. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، ارحمنا وارحم العالم أجمع. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، ارحمنا وارحم العالم أجمع. قبل ما ابدأ الإنجيل بدي أذكركم إنه لما حكينا عن مريم أخت لعازر، قلنا إنها كانت قاعدة تحت جرين يسوع تسمع له، وقلنا أسبوع الآلام ناخذه كالتالي: نقعد تحت جرين يسوع، تحت صليب يسوع، نسمع ونفهم، نسمع بأذان قلوبنا ونشوف بعيون نفوسنا، عشان روحنا تحل أسبوع مع يسوع يكون عن جد أسبوع يختلف عن كل سنة عشناها بأسبوع الألام. عشان هيك أنا حابب إنه أحط الصورة هاي قدامنا طول الأسبوع اللي راح نشرح فيه عن الألام، عشان كل ما هيك بطلنا نركز تيجي علينا إنه إحنا قاعدين زي ما مريم قاعدة قدام يسوع وعمالها تسمع له من كل قلبها. اتفقنا؟ اليوم برضو قصتنا مع مريم. خلينا نقرأ الإنجيل ونطير معها مع الحب. إنجيلنا اليوم إنجيل القديس يوحنا إصحاح 12 من أول الإنجيل. قبل الفصح بستة أيام جاء يسوع إلى بيت عنيا، حيث كان لعازر الذي أقامه من بين الأموات، فأقيم له عشاء هناك. وكانت مرتا تخدم، وكان لعازر في جملة الذين معه على الطعام. فتناولت مريم حقة طيب من النردين الخالص الغالي الثمن، ثم مسحتهما بشعرها، فعبق البيت بالطيب. فقال يهوذا الإسخريوطي أحد تلاميذه وهو الذي أوشك أن يسلمه: لماذا لم يبع هذا الطيب ب300 دينار فتعطى للفقراء؟ ولم يقل هذا لاهتمامه بالفقراء، بل أنه كان سارقا وكان صندوق الدراهم عنده فيختلس ما يلقى فيه. دعها فإنها حفظت هذا الطيب ليوم دفني، أما الفقراء فهم عندكم دائما أبدا، وأما أنا فلست عندكم دائما أبدا. وعلم جمع كثير من اليهود أن يسوع هناك، فجاءوا لا من أجل يسوع فقط، بل ليروا أيضا لعازر الذي أقامه من بين الأموات. فعزم الأحبار على أن يقتلوا لعازر أيضا، لأن كثيرا من اليهود كانوا ينصرفون عنهم بسببه ويؤمنون بيسوع. كلام الله. إنجيلنا مقسم لثلاث أقسام. أول قسم هو قسم الحب،
اسم مريم. القسم الثاني قسم الخيانة، ونحط تحته اسم يهودا. يهودا. والقسم الثالث قسم الانتقام، ونحط تحته خلينا نقول مجمع اليهود. رح نشوف اليوم هالثلاث أقسام وين بدها تاخذها. بيبدأ الإنجيل وبيخبرنا إنه قبل الفصح تبع اليهود بست أيام، طبعا المسيح صلب بفرقسة بعيد الفصح عند اليهود، وعشان إنه هذا فصح كان جديد. فقبل الحادثة هاي ست أيام كان عند مريم ومارتا. وزي ما قلت لكم احنا دائما بناخذ الانجيل من ناحيه كرويه، خلينا نفوت بالعمق. البيت لعازر كان رجل غني، كان يحب يسوع، وبيته كان دائما ليسوع، يكون موجود فيه يسوع دائما في البيت، ودائما كان ياكل عنده. فاللي صار ان يسوع كان عندهم على العشاء، فتخيلوا البيت ملان، مرتا كالعاده بتشتغل وبتعمل اكل وبتسوي، مريم اكيد بتساعدها، بس هون في نوعين، مريم مرتا اللي بتخدم وهي مع يسوع. اوكي؟ لكن مريم هون بتخدم وكل تركيزها وفكرها مع يسوع، يعني مثلا راحت جابت كاسة المي بدل ما تحطها قدام فلان حطتها قدام فلان. وانا عقلها مش معها. ليش؟ لأن كل جوارحها مع يسوع. مرتا تخدم، نعم. تخدم كويس لأنها كانت تعمل الأكل وتحضر كل شيء. لكن وما بين استماع ليسوع كانت تقدر انها تكون تعمل، تقدر انها تكون تسمع. لكن مريم كانت على الاخر، حب في حب في حب. يسوع كان قاعد بين المجموعه كلها، كان الانجيل بيقول انه كان اليعازر قاعد معه على الطاوله على اساس يثبت قيامه اليعازر ويثبت كل الموضوع. وفي الانجيل كمان بيقول لنا انه كثير من اليهود اجوا علي عازر اللي أوله من الموت. وقلنا إنه لعازر كانت قيامته من الموت هي تثبيت لمعظم الأسئلة اللي كانوا يسألوا إياها اليهود. اللي صار إنه مريم ما قدرتش، وصلت لمرحلة ما قدرتش تخبي الحب اللي جواها قلبها ليسوع. الحب الكبير، الحب اللي هالقد ما قدرت تخبيه، تقدر عنها تعيش بدونها. اللي صار ان مريم زي ما قلت لكم تشتغل مظبوط، بس كل قلبها وكل عقلها وكل تفكيرها مصبوب، كل شيء حب، كيان، فكر، ذاكره، مخيله، اراده، كله كان مصبوب عند يسوع. شو راحت عملت مريم؟ مريم راحت جابت قارورة الطيب، فتحتها وسكبتها على اجرين يسوع ومسحتهم شعر. خلينا نفوت بالترتيب هذا. اول شيء شو عملت؟ راحت جابت قارورة طيب ناردين. وطبعا نشكر يهوذا الاسخريوطي اللي اعطانا حق الناردين اللي هو 300 درهم اتوقع. دينار مش درهم، دينار. خلينا نفصل الجهتين هذول اول شيء قبل ما نفوت في الحب. النردين هو بويرة نبتة حلوة جدا، تطلع باللون الابيض واللون الزهري. واللي بفوت في الانترنت عشان يشوف شو فوائد النردين بلاقي فوائدها لمعظم كثير الامراض، كثير من الامراض. ممكن الانسان ياخذ النردين علشان كثير من الامراض الموجوده بجسم الانسان. لكن الشيء اللي بنشوفه باول القائمه بالنردين بقول لك يشتهر النردين بقدرته على تحقيق الاسترخاء
ومقاومة الأرق، يقاوم النردين الشعور بالتوتر والقلق. طيب ليش؟ هون أنا بالنسبة لي يثبت لي إنه في طبيعتين، في الطبيعة الإلهية وطبيعة البشرية. يسوع كان عارف إنه راح ينصلب، كان عارف إنه راح يفوت بكل الأشياء هاي. كإنسان كان محتاج لأصحابه وأصدقائه جنبه. وشفنا راح نشوف إذا بنشوف كل سنة ربنا نايمين، وقلنا ربنا لا تكن مشيئتي مش مشيئتك، بس إذا تقدر تبعد عني هالكاس. فتخيلوا النردين هو لتهدئة الأعصاب والتوتر والقلق. أكيد يسوع كان عارف إنه راح يؤلهم، إذا الإنسان راح يسلم وراح يموت. فكان هذا الشيء كمان بالنسبة له ألم مش سهل. فالنردين استعمل في يستعمل للتخفيف والاسترخاء والقلق، وهي طبيعة بشرية. ربنا بيقول لنا إنه أكيد إحنا كمان لما بنتعلم ونتعرض لتجربة، معلش خذوا راحوا استرخوا، بلاش قلق كثير، لأنه هذا الشيء بخلينا نتزعزع ونبطل تركيزنا على ربنا. فشوفوا كيف استعمل النردين في المنطقة هاي. النردين فتحت مريم، راحت جابت الأنينة، فتحت القارورة كلها وضربتها على قدمي يسوع. يغسلوا الإجرين بالمي ويحطوا الطيب على الراس. مريم شو عملت؟ عملت العكس، حطت الطيب على رجلين يسوع. طبعا يسوع قال هاي عملتها لتكفيني، يعني لتطيبي، لما بيموت لما يسوع مات لفوه كفنوه بسرعه وحطوه، ثاني يوم اخذوا الطيب لعنده. فمن كتر الحب اللي هي فيه ما قدرتش، راحت كمخلوق يعبر عن حب الخليقه لربنا، حبها لربنا، اخذ هالقاروره الغد غاليه والغد لها رائحه عبق في كل البيت، وحب مريم عبق في كل المسكون كلها، قد ما حبته، قد ما عشقته، قد ما كان حبها له لا يوصف، يعني ما هوش وصف. والدليل على هيك وجود هذا الملك تحت رجليه عم تسمع له، وكلها لإله. هذول الناس العاشقين اللي خلص وصلوا لقدر المقدرة بطلوا يحسوا ولا شيء، ومعك لو به شيء على الأرض انتهى. وشو عملت كمان؟ مش بس هيك، يا ريت راح جابت فوطة على أساس إن تمسح الكتاف، لا، شالت عن راسها. وإحنا بنعرف زمان كانت المرأة تحط على راسها تغطي ما تطلع بدون شعر. المرأة هو تاجها وتاج جمالها، عشان هيك الرهبات أول شيء بيعملوا بيغطوا شعرها. وفي رهبات أو كان زمان الرهبانين بيحبوه كليا على أساس يقدموا ليسوع، قدموا لربنا أغلى شيء عند المرأة اللي هو تاج جمالها شعرها. راحت شالت الشال اللي على راسها وبشعرها مسحت إجريه، مسحت إجريه بشعرها، يعني بأغلى ما تملك المرأة وبأحلى ما تملك المرأة من يسوع. هذا شو بدل؟ هذا بدل على إنه هاي المرأة مريم هاي كانت واصلة للمرحلة اللي هي مش قادرة تشوف أي شيء في الدنيا إلا الله سبحانه وتعالى، إلا ربنا، إلا يسوع. فرحت بشعرها مسحت رجليه، القارورة هاي عادة العرس، الوحدة تكون عروس بيطلعوا معها القميص القارورة هاي. وزي ما قلت لكم يهودا راح أعطانا قيمة القارورة اللي هي تعادل ال 300 دينار، عشان نعرف القيمة الأكبر وأكبر. العامل كان قيمة كان ياخذ دينار بالنهار، عامل سنة كاملة 300 دينار. يعني تعالوا ضربوها بالعامل الاسرائيلي اللي بياخذ 400 شيكل او 500 شيكل في 30، وتعالوا ضربوها بالعامل عندنا المسكين اللي بياخذ 150 شيكل في 30، يعني بتطلعوا 120,000 بين فلسطيني لاسرائيلي من تحت. في النهاية القارورة قديش كانت غالية؟ ولا لحظة فكرت انه هي غالية او لا، لا، فتحتها وصبتها وبشعرتها مسحتها. وهذا بدل قديش الحب. يسوع غسل اجرين التلاميذ علشان يعلمنا التواضع، علشان يغسلهم خطاياهم، عشان يد ساعة
سيد كمان ما بيكون سيد إذا كان خادم بمحبة. المرة هاي شو عملت؟ مسحت غسلت ابنه الإجرين الإجرين ابنه بيغسل هو إجرين التلاميذ، هي غسلته لكن غسلته بالحب بالمحبة عشان تقول له إنه الخليقة فيها اللي بيحب وفيها اللي بيحبك لهالدرجة. حب مريم وعشقها كان شيء رائع رائع جدا، والنفس اللي بتتحي بربنا بتوصل للمرحلة هاي اللي بتوصل تروح تجيب قارورة طيبها اللي بيعرق ريحته في كل العالم علشان كبها تحت إجرين يسوع مش على راسه تحت إجريك. لما احنا بنحب حدا مثلا وقع شيء او بصير معه شيء بقول له يا زلمة فدا 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 ترابك تراب تراب إجريك فدا تراب إجريك هيك بنقول له، يعني مش فداك فدا تراب إجريك يعني لسه التراب بتدعس عليه. وهون مريم عملت اللي اصلا من الهند مش من عندهم وريحته حلوه جدا، فتحتها كسرتها وحطتها على رجله ومسحت بشعرها. كل البيت صار ريحه حلوه. الريحه الحلوه هاي حركت الشرير اللي جوا يهودا. الإنجيل هذا بورجينا إنه الحياة فيها كذا وهيك، فيها قمة الحب فيها قمة الخيانة. وكمان بورجينا الكنيسة، وزي ما قلت لكم يا جماعة الكنيسة رائعة في وضع وسرد الأحداث الإنجيل. بورجينا إنه يهوذا مش بليلة وبيوم وليلة قرر إنه يروح يسلم يسوع، لا، هو من الأول إنسان مش صالح، هو من الأول إنسان مش كويس. كان يسرق، كان من الصندوق وكان يسرق من الصندوق. فال 300 دينار بالنسبة له كان غنيمة، فعشان هيك لا كان أعطيت للفقراء على يسوع. رد يسوع ما زال طول الوقت بهدوء، قال الفقراء عندكم دائما بس أنا مش عندكم، اهدى شوي وكن مرتاح. فيهوذا قام على حلو، ريحة الحب اللي طلعت الأوضة شيطت الشياطين اللي جوا يهوذا، فراح اعترض قال لهم ليش هي الحكي هذا كله هون. خلينا ننتبه على شيء كثير مهم راح يكون معنا خلال الاسبوع، شخصيه يهوذا اللي كانت من اول كانت فيها شيء مش صح، كان فيه شر، يعني ما جاش بس من اخر لحظه مسلم، لا اجى فيه كان فيه الشر، كان سارق. والشيء اللي بيخلي الواحد هيك يعني عن جد يسجد وينحني إيمان يسوع انه كيف كان شايف الحكي هذا كله، كان صابر عليه على امل انه يرجع، على امل انه يرجع. كان صابر، شايف انه بيسرق، شايف انه بيعمل، شايف انه هو هيك، لكن كان ساكت ولا مره انحكى الا بعد لما وصلنا للاسبوع الالام. طبعا اجت مريم بفعل الحب هذا، لما اجت غسلت اجرين يسوع زي ما قلنا طلع كل الطين في هالبيت. اجى وطلب فلهم يسوع دعها فانها حفظت هذا الطيب ليوم دفني، اما الفقراء فهم عندكم دائما ابدا، واما انا فلست عندكم دائما ابدا. خلينا نرجع لمريم وللناردين تبعها اللي قد يعني مريم كانوا في بيت عن جد هالقد، لما نقول انه كان في ناس كثير يعني جماعه كانوا يشتغلوا، كانوا عزومه، كانوا عاملين اكل ليسوع، يعني كان في ناس كثير عليها وما اهتمت، ما اهتمت باي حدا راح يحكي عليها شو عملت. كان هدفها انها توصل ليسوع الحب، تقول له انا طول الوقت اللي انا كنت قاعد فيه تحت رجليك عم بطلع وبتقدر وبسمع، انا فهمت، انا سمعت، انا عرفتك، انا حبيتك. وهذه علاقتنا مع ربنا، هذه هي العلاقه الحلوه اللي بتربطنا بربنا، العلاقه اللي بتخلينا ما يهمناش اي شيء خارج حدودنا، ما يهمناش اي شيء خارج حدود قلوبنا اللي هي مع يسوع. مريم طلعت عن كل العادات والتقاليد، طلعت عن كل الاشياء وانحنت امام يسوع، قبلت
قديش احنا ممكن داخلنا يكون ملام بالحب هذا؟ قديش ممكن يكون احنا نقدر ننزل نبوس قدمين الاخر؟ يعني يسوع قال من عمل فعل حب اي حد عمل هذا العمل لاحد الصغار هذول فإلي عمله ففي إلي. فاحنا حبنا للاخر، نزولنا للاخر، تقبيل قدمين الاخر، هذا معناه انه احنا بنعمل الشيء هذا ليسوع الموجود بهالاخر. اكيد بعد ما عملت الحكي هذا كله كملت تشتغل وكملت مع يسوع، كانت قاعده مبسوطه، ضلت الريحه ريحه الحب تعبق في كل مكان في المنطقه، مش بس عندها، في انجيل ثانيه بقول وين ما يكرز في هذا الانجيل راح يقول يخبر بما عملت لحبها ليسوع، لحبها ليسوع. طبعا اليهود بعد ما تدبر وخلص ما عجبوش الموضوع ويسوع سكت باسلوبه، هيك قصه براسه سكت باسلوبه، ما عجبوش، اكيد ما عجبوش الوضع، بس ضل قاعد، ضل موجود مع الموجودين. شو بيقولنا الانجيل؟ بيقولنا انه كثير من اليهود، كثير من اليهود اجوا عشان يشوفوا اليعازر. اجوا علشان يشوفوا اليعازر، اليعازر كان قاعد مع يسوع. وعلم جمع كثير من اليهود ان يسوع هناك، فجاءوا لا من اجل يسوع فقط بل ليروا ايضا لعازر الذي قام بين الموت. فعزم الاحبار على ان يقتلوا لعازر لان كثيرا من اليهود كانوا ينصرفون عنهم بسببه ويؤمنون بيسوع. طبعا اي معجزه زي هاي قدامنا الانسان راح يآمن. يعني فرضا احد من القديسين بيعمل هالمعجزه بتلاقي الناس كلها صارت تصلي على اساس انه يعمل معهم المعجزه هاي. فلما بتقيم انسان بعد اربع سنين يعني اربع ايام من الموت معناها معجزة عظيمة، معجزة كبيرة. فكثير ناس كانوا يجوا عشان يشوفوا اليعازر، هل هذا الحكي صحيح؟ لأنه زمان ما كانش نت وما نت، تناقل أخبار. فكان يجوا يشوفوا هل الحكي هذا صحيح؟ هذا الحكي شيب غضب المجمع اليهودي. وهون قرروا إنه فيش شيء موضوع في المنفذ، لأنه شافوا الناس عم بتتركهم وبتروح تعمل بيسوع على الحكي. حكينا لما عظيم الأحبار قال لازم واحد يموت عن الشعب، ليش؟ لانه من كثر ما صاروا يامنوا في يسوع ببطل لهم لا امه ولا ببطل لهم ديانه، فقرروا انهم يقتلوا. وهون المجمع حط انه خلص يسوع يموت، لازم هون تاكد قرارهم انه لازم يموت. طبعا ضلوا يشوفوا كيف الطريقه اللي بدهم يمسكوه فيها، بدهم يمسكوه فيها. ففي عندنا هون ثلاث شرائح من الناس، في عندنا شريحة الحب زي ما قلنا اللي هي مريم المجدلية، في عندنا شريحة الخيانة اللي هو يهودا، في عندنا شريحة مجمع اليهود. من هون راح نبدا ثلاث طرق في أسبوع الألم. طريق الناس اللي حبت يسوع وظلت معه للصليب ولما بعد القيامة، طريق اللي الخائن اللي ما تبش وراح مات وطلع الجهنم، وطريق اليهود اللي مسكوا يسوع وكملوا طريق الالام وكملوا صلبه وكملوا موته وحطوه بالقبر وسكروا عليه كمان اساس يتاكدوا انه هو ضل ما طلعش لانه تلاميذه قالوا انه راح يطلع. فشوفوا الثلاث طرق اللي احنا موجودة عندنا بإنجيل اليوم. الثلاث طرق هذه. فيش إنسان ما بيغلطش. فيش إنسان ما بيغلط. والشيء اللي بيخليني شوي نحتار إنه هذول اثنين كانوا مع يسوع. هذول اثنين شافوا معجزات يسوع. هذول اثنين كانوا يحكوا مع يسوع. يمكن هو كان لسه أكثر منها لأنه كان يلف مع يسوع أكثر. كانوا عايشين معه. شايفين معجزاته، بياكلوا معه، سامعين حديثه اثنين. شايفين حركاته، قاعدين في حضنه، في حنيته،
في محبته اثنين، بس حدا واحد اختار انه يعيش النور. نرجع يا جماعه للنور، واحد اختار يعيش الظلمه، واحد اختار يعيش النور، واحد اختار يعيش الظلمه. مش كافي انه يكون بس قدام يسوع ونشوف كل كلها، لا، لازم يكون يسوع جوا عشان يضل نوره مضوي جوا، علشان الظلمه هاي ما تقدرش تمسك وتملكنا وبعدين ننقع زي ما نقع يهودا. مريم خبت جوا، خبت كلابه. انا متاكده ككرمانيه انه كل مره كانت تقعد قدامه كانت ليه ما تنامش، ضلت بس قاعده تسمع الحكي اللي حكاه وتتامل بتقاطيره. تخيلوا يا جماعه احنا بنحكي عنه واحنا ما سمعناهوش ولا شفنا وجهه، لكن تخيل الناس هذول يسمعوا صوته، نيانهم يسمعوا صوته، نيانهم يشافوه ويتحرك. اكيد كان صوت رائع، كان انسان مليان يعني انسان اله طبعا، بس مليان بالحب. فمريم لما كان يروح زي العاشق انا متاكده كانت تفوت تقعد بس تضل مع الكلام اللي خبته بقلبها. كان يزيد شهادة الحب فيها، شهادة حب لغاية ما قدرتش، راحت جابت الطيب تبع عرسها، كيف كان مخبته لعرسها، وسكبت كله على رجلي، سكبت حالها كلها على رجلي، شعرها اللي هو هالقد جمال برضه سكبته، مسحت في رجلي، ما ضلش ولا أي شيء. فإحنا زي هذول الاثنين يوميا نقرأ الإنجيل، نروح الكنيسة، نتناول، بنعمل أعمال خيرة، وبنسمع عن يسوع، وبنحكي عن يسوع. لكن في فرق بين إنه نسوي الممارسات هاي بس خارجي، وفي فرق إنه يسوع يكون عايش جوانا، يكون نور جوانا. جدا حريصين ما بين يعني في كمان في الإنجيل بقول لما بيطلعوا يسوع مكتوب بالإنجيل بقول له إحنا كنا عملنا معجزات باسمك وكنا نمشي في الشوارع معك وكنا لهم بعده أنا لا ما بعرفكم بعده عني أنا ما بعرفكم. ليش؟ لأنه يعني كان مجرد حريق شفايف، كان مجرد أعمال بس قدام الناس، شوفوني أنا أعمالي بعمل كذا وأنا أعمالي بعمل كذا. لكن الحب الأصلي، الحب هو عبارة عن أن أنا فوت على غرفتي، أسكر علي الباب وأصلي لأبي الذي في الخفية، وأبي الذي في الخفية هو اللي بيجازيني، عشان نفوت أكثر بعمق الحب، عشان نفوت على غرفة أسكر الباب، أقعد أفكر مع الشخص اللي أنا بحبه، شو عمل اليوم، شو حكى اليوم، شو الكلمة. وأكيد كلنا عشقنا وكلنا عاشقين، الواحد بنام على تخت بحط إيديه وبسيطر في السقف، بضل يرجع كل الكلام اللي سمعه من اللي بحبه من المحبوب. في فرق اني انا اسمع اوف صدق ويخلص الموضوع واطلع، بس حاجة اروح واروح افكر في الاشياء اللي هي بتهمني اكثر من اني انا اكون مع ربنا. خلينا نركز على شغلتين هذول في الاسبوع ونشوف كل واحد فيهم وين وصل، ومن خلالهم نمشي كل أسبوع الألام مع يسوع، نمشي كل أسبوع الألام اللي إحنا متعودين نمشي عادي، علشان نشوف الحب لوين بودي بالنهاية، والظلمة لوين بتودي بالنهاية. اليوم أنا غشيت بصراحة شوي وما أخذتش المزمور، أخذت القراءة الأولى اللي أقرأ لكم إياها، لما حسيت فيها إشي كثير الناس لما بتحدث عن الدنيا بطريقة حلوة. خلينا نشوف. هي سفر أشعياء 42 من 1-7. طبعا بيحكي عن يسوع. يقول هو ذا ما يقوله الرب. هو ذا عبدي الذي أعضده. سرت به نفسي
قد جعلت روحي عليه فهو يبدي الحكم بالأمم لا يصيح ولا يجلب ولا يسمع صوته في الشوارع. قصب مردودة لا يكسر وكتانا مدخنا لا يدخل. يبرر الحكم حسب الحق، لا يمي ولا ينكسر إلى أن يجعل الحكم في الأرض فلشريعته تنتظر الأمم. خلينا نشوف إشي هالقد كثير بالنسبة لي أنا كان درس كبير، أو درس كثير تعلمته بحياتي، من الأشياء اللي ساعدتني إني أطلع درجة درجة درجة. شوف كيف عم بيعطي ليسوع. هذا يسوع عنده، يسوع عمره طلع صوته بالشوارع، عمره ما كان الأب يعني جوابه صعب، يعني حتى في الألام، حتى لما وقف قدام الكل ما ردش، ما جاوبش. بالعكس بالعكس، كان صامت ساكت وما حكاش. خلينا نشوف. قد جعلت روحي عليه فهو يبدي الحكم للأمة لا يصيح ولا يجلب ولا يسمع صوت الشوارع. قصبة مردودة لا يكسر وكتانا مدخنا لا يطفئ. هون احنا مرات كثير بنقول فيش امل في الموضوع، فيش امل، خلص مفيش فيش فيش. انه انا عم برقب المغارب زي الدفش. هم بدنا انه يسوع القصد من هاي المردودة المردودة بكسرهاش، يعني مكسورة جاهزة خلصت بكسرهاش، بالعكس بدويها وبرجعها. والكتان المدخن السفيد التدخين تبعته يعني لسه ما طفاش وفيش فيها هذيك الشعلة برضو ما بتطفي، يعني لسه الأمل عنده، أمل في خلاص الناس كلها، عنده أمل في إنه هو يخلص البشرية، بضل يستنانا لنرجع، بضل يستنانا لناخذ الطريق تبعت مريم، ما ناخذ الطريق تبعت يهودا، بضل قاعد هناك بيستنانا. خلينا بهالأسبوع هذا، الأسبوع اللي قبل هذا، إنه نقدر إنه نشوف إحنا داخلياً وين. يمكن ما نكونش خلينا لقد زي يهودا ووضعنا سيء لهالدرجة، بس أكيد في أشياء جوا مرات توجعنا أكثر من توجع اللي عمله يهودا. خلينا نحدد وين إحنا، نحدد طريقنا، نحدد شو بدنا نعمل هالأسبوع. وزي ما قلت لكم كل إنجيل خلينا نقرأه كمان مرة خلال النهار، نتأمل فيه زي ما بنتأمل مريم بيسوع، هيك قاعدة قدامه الكلام، ناخذه معنا خلال الليل ونضل نحكي فيه. ليش؟ لأنه هالأسبوع هذا مقدس، إحنا بنعيش بصمت، ممنوع نتفرج على التلفزيون اللي تركونا زمان، ممنوع نعمل كذا، لا الأسبوع المقدس لا، المرة هاي بنفوت أعمق لجوا علشان الأسبوع المقدس يكون هالقد إله نور داخلنا وإله فعاليتنا، إله فعاليته معنا. وبتمنى عن جد إنه نفوت في علاقة مريم علشان نعرف الحب قديش حلو، الحب قديش عن جد معطي للحياة، معطي الله بحياة. الحب يا جماعة الله بحياة، واللي ما بحب ما ينسي ما بينفعه، ما عاشش ولا لحظة. فوتوا بحب ربنا، لأنه يعني بحب ربنا بيعرف يحب كل شيء بالعالم. ونهاركم سعيد ونشوفكم بكره ان شاء الله.